مسمى أضحت مفتاح سعادتنا للمرضى في الرحمة أمل يهديه. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة النهاردة عايز أتكلم على موضوع أنا قابلته في الفترة اللي فاتت بشكل زيادة شوية، وإحنا يمكن اتعودنا في كم لقاء كده أن أنا بحاول أتكلم على أكثر مواضيع أثيرة في الفترة اللي فاتت أو في الشهرين اللي فاتوا. الموضوع ده هو أورام الغدة النخامية والتعامل معاها وإزاي اكتشافها وإزاي علاجها، وهل العلاج بالنسبة لها كله جراحي ولا في علاج دوائي؟ طيب المضاعفات اللي بتحصل من الجراحة نفسها أو المضاعفات اللي بتحصل لو سيبنا الورم ده وما تعملناش معاه. الحقيقة من أكثر حاجات بتحصل عند الستات هو تأخر الإنجاب، وفي أحيان كتير جدا بيهمل سبب وجود ورم في الغدة النخامية، واللي هو بيأثر على موضوع انتظام إفراز الهرمونات اللي هي بتأثر على الدورة بالتالي وبتأثر على هرمون اللبن، وبيبقى سببها الغدة النخامية سواء كان اضطراب وظيفي أو وجود ورم فيها. وموضوع ده أثير كذا مرة قبل كده في كام حلقة بس ما أفردنالوش حلقات متخصصة. تأخر الإنجاب أحيانا زي ما بقول لما بقى مرتبط بالغدة النخامية لازم الشخص ده بنعمل له بعض تحليل هرمونات، وعادة اللي بيكتشف الموضوع ده دكتور أمراض النساء وبيحوله لحد من مخ وأعصاب. ولما المريض ده بيجي زي ما بقول بنعمل تحليل كاملة للغدة النخامية والغدة الدرقية وهرمونات أخرى بتفرز من المبيض، وبنكمل الصورة على بعضها في الهرمونات دي كده ونقدر نقول الورم ده في الجزء الفلاني من الغدة النخامية. الحاجة التانية اللي بقى بدايات اكتشاف الورم ده إن هو بقى ضعف الإبصار بشكل ملحوظ شوية. يعني إيه؟ الواحد ممكن يحصل له طول نظر أو قصر نظر ويبقى نظره ضعيف لما يلبس نظارة يتصلح، لكن أحيانا بيفقد جزء من مجال الإبصار بتاعه ويبقى فيه ضعف شوية في الإبصار، لكن الأكثر هو تأثر جزء من مجال الإبصار. يعني أنا وأنا بص قدامي كده ببقى شايف المحيط عن يمين وعن شمال من غير ما أبص له، مش شايف الصورة واضحة لكن شايفها. لما أبدأ أشوف في الجنب ده جزء كسترة سودة كده موجود، أو أمشي وأبقاش واخد بالي من الجدار الجنبية وأخبط فيه، أو ممكن يمر شخص جنبي وأخبط فيه مش واخد بالي، لا لازم أخد بالي بعد كده إن في مشكلة في مجال الإبصار عندي. ومجرد هو الشخص ده ما بيتجه لحد من الزملاء بتوع الرمد ويبدأ يفحصه ويقول لا عندك مشكلة في مجال الإبصار، بنبدأ نعمل أشعة على المخ يبدأ يبان الصورة. الكلام ده إحنا بننبه عليه لأن في ناس بتهمل هذا الموضوع لما يحصل مضاعفات أكبر من كده، ويبقى التدخل في الوقت ده بيبقى صعب جدا وليه مخاطر بتاعته. الحاجات التانية اللي ممكن تحصل كبدايات لوجود ورم في الغدة النخامية غير الموضوع تأخر الإنجاب أو البصر، إن يحصل ضغط على بعض الأعصاب بتاعة المخ. يعني إيه؟ الأعصاب اللي خارجة من المخ تغذي العين وبتخش محجر العين عن طريق فتحة فيه اللي هو العصب الثالث أو الرابع أو السادس أو العصب البصري نفسه. أحيانا الورم ده بياخد اتجاه لجنب واحد، يبدأ يضغط على الأعصاب دي على واحد منهم أو كلهم بدرجات متفاوتة، يبدأ يحصل نوع من الحول ويبقى الاتجاه كله للدكتور رمد. ولو ما تشخص المريض ده بشكل كويس أحيانا بيضيع وقت كتير جدا في موضوع علاج الحول وتعديل العين نفسها وسبب موجود، وحتى لو صلح الكلام ده بيرجع تاني لأن السبب لا يزال موجود، وأحيانا بيحصل شلل في الأعصاب دي كلها من طول فترة الضغط عليها. أحيان أخرى بيبقى الضغط على أجزاء معينة من المخ. زي إيه مثلا؟ زي الثلاثة والهيبوثلاثة، المنطقتين دولت بتحكموا في وظائف كتير جدا في الجسم، وأحيانا دخلنا الشخص ده ما بيبقاش عادة كبداية لكن بحاجة مصحوبة اللي هو إيه؟ افراز البول بشكل كبير قوي، وانه بيشرب كميات ميه كبيره قوي اللي هو الدايبتس انسيبيدس، والشخص ده ما بيبقاش عارف السبب ايه وبياخد علاج كتير جدا للموضوع ده وما بتحسنش. بينما لو اتفحص كويس اتعمل له اشعه رنين مغناطيسي على المخ،
بيبدا يبان التاثر ده. وتشخيصنا ما بيبقاش دايما لكل واحد جاء عنده عرض من ده انه عنده كذا على طول، لا، الموضوع بقى فيه حاجات متلازمات، ان موجود كذا مع كذا مع كذا يكمل صوره. يعني وجود اضطراب في الهرمونات، وجود ضعف في البصر، وجود ضغط على اجزاء من المخ، وجود حاجه معينه مثلا، يعني اللي هو زياده في كميات النوم، لما هيبقى في مضغوط على الهايبوثالامس بينام كتير، يقول لك ممكن ينام وهو قاعد. الكلام ده وارد والكلام ده بيحصل، ولما بنحط ده جنب ده جنب ده تبان الصوره انها كده. واحيان كتير جدا يبقى في حاجه اسمها تشابه ما بين امراضه بعضها، ان يعني يبقى في عنده ده لكن ما عندوش ورم في الغده النخاميه، لا عنده مشكله تانية كلها فين؟ المشكله موجوده في جزء بقى من العين، في جزء من الهرمونات نفسها، في عندي جزء من كذا، مش لازم كل واحد عنده ده يبقى ده. طيب كنا زمان بنشخص الحالات دي كلينيكال الاول، اللي هو بالفحص المريض كلينيكال الاول، ثم بنطلب اشعه مقطعيه او اشعه رنين. دلوقتي الغالب على الموضوع ان احنا بنعمل اشعه رنين لمجرد وجود اشتباه بس، مش وجود علامات ظاهره. يعني لو بدات اشتبه ان الشخص ده عنده ورم في المكان الفلاني، لا، يستحسن اعمل له اشعه. ليه بقى؟ لما بنعمل اشعه في مرحله مبكره عاده العلاج باسهل، عاده الورده ما بتاثرش بدرجات كبيره، عاده ما بيسيبلوش اي اثار بعد كده. لكن لو اهملنا الموضوع والورم ده مثلا، وبقى فيه ورم مثلا، والورم ده بدا يكبر بحجم كبير، لو اجي اتدخل للجراحه بالنسبه له بتبقى التدخل لازم ياخد شكل اكبر. وهنتكلم في طرق الجراحه نفسها، بنختار امتى نخش مثلا بالمنظار او عن طريق الانف، وامتى لازم اعمل جراحه تقليديه ان انا اعمل فتح الجمجمه. ده متوقف على امتى بشخص المريض ده ومدى تاثر المنطقه المحيطه بالورم. طيب في تداخل ما بين الاورام وبعضها، مثلا يعني لو نقول السوبرا سيلر منجيوما، يعني ورم منجيومي في نفس المنطقه بس عامل نفس التاثير بالضغط على المنطقه اللي حواليه. احيانا في حاجه اسمها كرينيفارنجيوما، حاجه عاده بتيجي عند الاطفال، في منها الادلت تايب وفي منها البيدياتريك تايب. ده نوع بيجي عند الكبار ونوع بيجي عند الصغيرين، وبرضه ده بيتفرق بالاشعه، ما بقدرش افرقه بالفحص بس. طرق علاجه مختلفه، علشان بس ما يبقاش فيه ان كل الناس بتاخد اتجاه واحد في الجراحه، سواء كان بقى الكرينيفارنجيوما او المنجيومس. او احيانا في حاجه اسمها هامرتومس، يحصل تغير في بعض الخلايا ودي مبقاش لها جراحه. دلوقتي البديل لها ان احنا بنعمل حاجه اسمها جاما نايف، ندي جزء من الاشعاع المركز بيسلط على المنطقه دي، بيخلي الخلايا اللي بتشتغل بشكل غير طبيعي جزء منها يموت والباقي ينتظم في شغله. طبعا مع العلاج الدوائي ومع المتابعه مع حاجات تانية. مع الاتصال فاطمه من الدهليه، اتفضلي حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. لو سمحت يا دكتور، حضرتك عندي بنتي عندها 12 سنة. أيوة. من كام يوم كده بتحط ايديها على دماغها من الناحية اليمين، النص بس، نص الناحية اليمين. طيب زي ما بنقول، العلاج كله ما هواش علاج جراحي ولا طريقة واحدة في العلاج. حتى العلاج الدوائي نفسه بيبقى فيه جزء منه علاج دوائي وما بحتاجش تدخل جراحي في وقت معين، وعلاج دوائي مؤقت كتحضير للجراحة. يعني لما يبقى عندي حجم ورم كبير وأنا محتاج أعمل عملية، لازم بحضر المريض ده، بديله بعض الأدوية زي مثلا الكورتيكوستيرويد أو الكورتيزون، بديله بعض الأدوية اللي بتقلل الارتشاح حوالين الورم ده شوية، بدي بعض الأدوية اللي تمنع حدوث تشنجات، وهكذا. بنختار كل دواء حسب حالة المريض بتاعه.
وزي ما قلنا جزء من ده بيبقى جزء علاجي وفي منه جزء تحضيري لعملية. طيب بعض الحالات اللي بيبقى فيها زيادة بس في إفراز هرمون اللبن وده عادة عند الستات، ولما بندي الأدوية بتقلل حجم الورم شوية، حجم الورم بيصغر وبيحصل نوع من التليف حواليه، الكبسول بتاعه بيبقى ثيك شوية والورم ده ممكن ياخد وقت طويل جدا عشان يكبر، وأحيانا ما بيكبرش وتمشي المريض ده على علاج وبتخلف تبقى كويسة قوي. الكلام ده برضه مقدر بحالة المريض وليس حاجة عامة لكل الناس اللي عندها ده، علشان في بعض الناس بيجوا يقولوا طب ما فلان كان عنده وخاف بالدواء بس اشمعنى أعمل عملية؟ بنقول إن كل حالة مختلفة علشان إفراز الهرمونات، مكان الورم فين، هل هو ممتد المنطقة محيطة ولا لأ، هل هو ضغط على بعض الأعصاب ولا لأ، هل هو ضغط على أجزاء المخ ولا لأ. الكلام ده بيجاوبش عنه إلا فحص المريض، عمل أشعة، عمل تحاليل الهرمونات بالنسبة للشخص ده. طيب احنا بنتكلم باختصار قوي علشان ما نخش في تفاصيل، لان كل دواء مثلا من الأدوية او كل حاجة من اللي قلنا عليها من الأعراض او كل نوع أشعة الاختيار بتاعه تركيبته دي حاجات متخصصة شوية، ما اقدرش ان اقول اتكلم فيها بتفاصيل عشان ما يبقاش فيه نوع من التشتيت. العلاج الجراحي في الحالات دي كنا زمان كل الحاجات زي كده بنعمل حاجة اسمها فتح عن طريق جمجمة، بتفتح عن طريق احد الجوانب كده من المخ وبنقدر نوصل لجوه المنطقة دي وبنشتغل بالميكروسكوب وبنشيل معظم الورم، لو صغير بتشال كله، لو كبير بتشال معظمه، واحيان كتير جدا بتساب اجزاء من الورم تكون ماسكة في شريان كبير قوي او ماسكة في عصب بشكل زيادة، وبعد ما بنخلص العملية بنقول المريض حصل كذا وفي جزء اتساب كذا، وبعد ما بنحل الورم اللي شلناه ممكن الشخص ده ياخد حاجة اسمها جاما نايف او ياخد علاج اشعاعي والجزء اللي فضله صغير بيموت. طيب ده الجراحة التقليدية اللي كنا بنعملها زمان، دلوقتي لا، دلوقتي احنا ممكن نعمل حاجة اسمها جراحة عن طريق الانف، جراحة عادية جدا ما بعملش فتح في الجمجمة، بدخل عن طريق الانف بوصل لحد احد الجيوب الانفية افتحه هتلاقي نفسي على المكان السلة اللي هي فيها الغدة النخامية، وحتى لو ورم كبير بيطلع من نفس المكان ده كده. طيب لو الورم ده ممتد فوق المنطقة بتاع السلة اللي هي المنطقة اللي المفروض فيها الطبيعي المكان الطبيعي بتاع الغدة النخامية، الورم ده لو ممتد لفوق مباشرة بس ومش رايح للأجناب ممكن في نفس الجراحة عن طريق الأنف بيتشال كل ده، لو امتد الجناب احيانا بيتشال كله واحيانا لا. معنا اتصال. ام ساره حضرتك اتفضلي. لو سمحت انا عامله عمليه تبرير بقالي 7 شهور. تمام. بعد ما امتد بتاعت الفجر كده كانت جات لي كحه جديده وكده، فمن بعدها في حاجات شديد في ظهري مش بعرف امشي خالص منها. ده غضروف قطني. الدكتور كان من زمان عم الحقن وكده، فرحت الدكتور تاني قال لي لا متعمليش حقن كده في حاجه في العمليه، قلت له افتح حزام على طول بس تروح مش بيغطي على الحزام ده مش منه شبه الأرض. طب انت بعد العمليه كنت كويسه قوي؟ كنت كويسه. وما حصلش انك اتخبطتي او وقعتي او شلت حاجه بعدها؟ نعم. ما شلتش حاجه تقيله مثلا؟ لا، هي الكحه بس من بعدها تعبت من بعدها على طول. طيب بص حضرتك، بص حضرتك، هو الالام اللي بتحصل بعد الغضروف ده عاده لو المريض اتحسن فتره بعد العمليه ممكن تبقى شهر، ممكن تبقى شهر ونص، ممكن تبقى اقل شويه او اكتر شويه، بيحصل حاجه اسمها التهاب من الداخل ما بين الفقرات نفسها او في الانسجه. طيب الالتهاب ده احيانا بيعمل نفس الاعراض اللي كانت موجوده قبل اجراء الجراحه، وده بيبقى متوقف على مناعه الشخص نفسه، لو الشخص ده مناعته ضعيفه شويه ومهتمش بصحته بالغذاء بالكلام ده، لان المضادات الحيويه والمسكنات اللي بياخدها والتعرض للتخدير والكلام ده بيضعف جزء من المناعه، لو مناعته مش كويسه ممكن يحصل التهاب، وده ممكن ياخد الشخص ده ياخد علاج لمده مثلا شهر او شهرين او 3 والكلام ده كله بيتحسن ويختفي. وفي هذه الاحوال
لو المريض بدأ ياخد علاج اسبوع واتنين وما تحسنش بيستحسن نعمل له اشعه رنين تاني نشوف هل في سبب لهذا الالم ولا لا، لكن في العاده بيبقى التهابات. طيب احنا هنرجع لموضوعنا تاني من موضوع الغده النخاميه، وزي ما بنتكلم كده ان احنا الجراحات ما هياش كلها جراحه تقليديه، يعني مش كل عنده غده نخاميه يبقى عن طريق الانف او بالمنظار، او مش كل عنده كذا يبقى جراحه بشكل كذا، لا. احنا تاقلم التدخل الجراحي ما بين الجراح والمريض حسب حاجتين، حسب المكان والحجم بتاع الورم، ثانيا حسب المريض ده يتحمل ايه ولا يتحمل ايه. يعني احيانا كتير قوي الواحد بيشوف حد مثلا في سن كبير وعنده ورم، والورم ده ما ينفعش تعمل له عمليه، فانا مضطر غصب عني الشخص ده ان اعمل له حاجات حلول مؤقته ويمشي عليها. معنا اتصال. نوره حضرتك اتفضلي. لو سمحت يا دكتور انا عندي حرقان جامد في كتفي بس مش عارفه ايه ده. في الكتف بس؟ اه. طيب لما ترفعي دراعك لفوق او تحركي رقبتك بيزيد؟ ايوه لا بس لما بعمل برضه مجهود بيزيد الحرقان. بينزل في من كتفك كده لدراعك لتحت لحد الصوابع؟ ايوه. من ورا كده من كتف الورا يكمل في بعيد دراعك وينزل لحد صابع ايديكي؟ لا في الكتف بس. في الكتف بس. طيب حاضر. الله يحفظك. برضو ده من ضمن تشابه الاعراض زي ما بنقول، ان احيان كتير قوي بيحصل تداخل ما بين اعراض الحاجات وبعضها. يعني ايه؟ يعني لو حد عنده غضروف في الرقبه ممكن يديله الم في الكتف بس والم في الدراع بس، يبقى في معاه اعراض مصاحبه تقول ان ده علامات انزلاق غضروف في الرقبه. واحيانا كتير قوي يبقى نوع من تمزق الاربطه، ملخ بسيط في المفصل، اجهاد شويه الواحد عمله ويبدا يديله الاحساس ده. فانا نصيحه الاخت نوره بتتكلم انها تستشير حد من الزملاء دكاتره العظام ويشوف مفصل الكتف نفسه هل في مشكله ولا لا. العلاج الجراحي اللي اتكلمنا عليه زي ما بنقول ما بين جراحه تقليديه اللي هو فتح الجمجمه العادي، او الجراحات اللي انتشرت اللي هو عن طريق الانف لاورام الغده النخاميه، وفي برضه جراحات عن طريق الانف لاورام او بعض اورام قاع الجمجمه، سواء كان الحفره الاماميه او الحفره الوسطى او الحفره الخلفيه للمخ. في جمجمه بنقدر نتدخل عن طريق الانف ونشيل الورم ده، برضه الكلام ده لو حجمه صغير، بينما لو حجمه كبير لا ما صعب جدا الواحد يحصل يجري عمليه عن طريق الانف لاستئصال ورم كبير في قاع جمجمه. والجراحه العاديه في الحاله دي بتبقى عن طريق فتح الجمجمه العادي، والفتح ده احيانا بيبقى كبير شويه. طيب في بعض الاورام بتبقى صغيره جدا في الغده النخاميه وبنعملها بالمنظار، وممكن الشخص ده يروح تاني يوم من غير اي مشكله خالص على الاطلاق. وده متاح ان احنا نعمله لو حد اكتشفت مبكرا، لو الورم ده ما هوش ممتد في جوانب السله او المنطقه الموجود فيها الغده النخاميه العاديه، لو الورم ده ما هوش متشعب لورا او لقدام داخل على جزء المخ او داخل فوق العصب البصري قدام. في الحاله دي زي ما بنتعامل بالمنظار ممكن في ساعه ولا حاجه والمرض ده بيروح عادي جدا ولا اي حاجه تاني يوم. طيب احيان كتير قوي زي ما بيقول ممكن نجري عمليه عن طريق الانف اشيل فيها جزء موجود تحت في قاع الجمجمه، واحيان يتساب جزء فوق داخل في عمق المخ ما اقدرش اجيبه من الانف بالمنظار او بجراحه عاديه حتى. معنا اتصال. مدام تسام اتفضل حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. والله انا كان حصل لي مشكله كده في موضوع الولاده، جالي تسمم حمل وبعدين بقى يجي لي اعراض كده مش عارفه هل انا اصبت بحاجه في المخ يعني ولا لا. اتفضلي. فكنت بيجي لي ضربات قلب سريعه وشويه اعراض كده، بحس ان انا مهزوزه جسمي مهزوز،
ألم في معدتي وفي ألم في ظهري، والغدة ساعات بتنزل لي، وكنت عايزة أعرف الحالة إيه. حضرتك حصل تسمم الحمل ده إمتى؟ من سنة. من سنة. والأعراض دي موجودة من بعدها على طول؟ لا، قعدت 8 شهور يعتبر. لما قلقت مرة جات لي ضربات قلب سريعة وحسيت بالإغماء، وبعد كده بقيت كويسة. ما حصلش التأثير ده كله غير من شهر 8. طيب بتصحي من النوم عندك صداع او في ترجيع ولا حاجه؟ ايوه. طيب النصيحه ليك يا بنات سام انك تتجهي لحد مخ واعصاب، وانا هكلم حضرتك عن باختصار عن حالتك دلوقتي. طيب انا بيجي لي زي لسعات في ايديا، بيحصل لي تنميل كتير في خدي او في ايدي اليمين. يعني مره جات لي زي نقطه زي الافريج كده بس. طب في نوبات اغماء ولا حاجه؟ لا، بحس ساعات ان انا هيغمى عليا، بس باخد حاجه مسكره، بحس ان انا فقت على طول، بس ما حصل ليش ولا مره. طيب حاضر، شكرا. معلم استاذ ابراهيم اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا دكتور انا عندي الم في الكتف زي ما اللي اتصلت وقالت لحضرتك دي الاول. ايوه. وعملت رنين على العمود الفقري انفعل، لقيت مفيش حاجه في يعني غضروف ولا حاجه. تمام. حضرتك بتقول دراعك بينام احيان بس قليله لما بنام عليه ولا كده، انما كده وانا او لما انا بسوق دراجه بخاريه موتوسيكل، فلما بمسك اليد كتير كده الاقي ايدي نمت. الحاجه الثانيه ان انا عملت رنين بقى على الدكتور قال لي اعمل لي رنين على اللوح من ورا، هو كل الالام فعلا تحت عظمه اللوح من ورا. تمام. فقالوا لي ده في كيس ميه او ما اعرفش بيسموه كيس زلال في المفصل شويه وفي وتحت عظمه اللوح برضو شويه. تمام. وانا رحت لاخصائي مخ واخصائي عظام واخصائي روماتيك وكله ما جابش معانا نتيجه، وخدت فيها كورتيزون مرتين في المفصل، كله بيهتم بالمفصل لكن الالم اصله كله في تحت عظمه اللوح من ورا بتاع الجنب اليمين، ويعني لدرجه انه بيفزعني بالليل من النوم ما بقدرش. بتشتغل يا استاذ ابراهيم؟ انا طبيعه عملي خياط. خياط. اه. طيب ماشي يا استاذ ابراهيم، حضر ظهرك حالا. بعد اتفضل. معانا ام احمد. نعم. اتفضلي حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ لو سمحت انا بنتي عندها 2.5 سنين وضعيفه جدا ودايما بتشتكي بوجع في عظمها كله كده. وده كشفت عليها عند دكتور يدها مقويات وفاتح شهيه مفيش فايده. بتشتكي دايما بنغز في دماغها، صرخه كده في دماغها، في عظم دماغها او في عظم جسمها كله كده عامه. طب هي بتروح المدرسه؟ اه. وبتركز كويس ومنتبهه مع المدرسين بتوعها؟ طيب. معنا اتصال؟ أم الناس بحضرتك اتفضلي. لو معايا الدكتور. اتفضلي حضرتك. لو سمحت يا دكتور انا عندي تعب جامد قوي في اسفل الظهر ومأثر على العضله بتاعه الفخذ كلها كده، وبرده مانيش قادره امشي عليها وفيها الام شديده قوي، وسلمت للفخذ التاني برده مع تعب شديد في برده في فتحه الشرق من تحت، فمانيش قادره خالص وفيها الام شديده قوي. مالها دي؟ بقالي فترة طويلة هي وكل مدى بتزيد. لما تمشي شوية أو تقف شوية يحصل شد عضل؟ بمشي بتعب أو بحس إن وسط التحتاني ده عبارة عن مفصول لوحده. فمش عارفة يعني أكشف إيه أو أعمل إيه بالظبط. في تحكم في البول بالنسبة لك؟ أيوه طبيعي، مفيش أي حاجة. يعني لو زنقت في البول ما نزلش غصب عنك ولا حاجة؟ لا لا، مفيش حاجة من دي. تمام. حاضر. أرضى حضرتك حالا. أيوه. كانت مدام بتسام بتتكلم على تسمم الحمل وحدوث بعض الاعراض بعد موضوع انتهاء الحمل والقصه دي. في احيانا او في احيان كتير قوي ان المريض اللي بيحصل له تسمم حمل وما بيتعالجش بشكل كفايه او في مرحله مبكره شويه، ده ممكن يعمل حاجه اسمها اضطراب في وظائف كهربيه المخ عند الشخص ده. ولما بيحصل اضطراب في كهربيه المخ بتبدا تشتكي من الاعراض اللي هي بتشتكي ضربات قلب سريعه، احيانا تنميل، احيانا عصبيه زياده، والم ممكن يحصل في المعده، ممكن يحصل مغص مع احساس بالقيء، ممكن يحصل دوخه. الكلام ده كله بيبقى حاجه واحده. والحقيقه انا بنصحها انها تعمل حاجتين، تعمل اشعه رنين مغناطيسي على المخ ورسم مخ.
واحد الزملاء هيبص عليها ويقول لها الوضع بتاعها عامل ازاي. وحتى لو في اضطراب في كهربه المخ بيتاخد علاج لفتره معينه وبتلتزم بس بشويه والكلام ده كله بيختفي. وزي ما اتكلمنا قبل كده على موضوع اضطراب كهربه المخ او زياده كهربه المخ، ان الشخص ده بنمنعه من حاجات كتير قوي اللي هي بتثير او بتحفز الزياده لكهربه المخ، زي الاجهزه الكهربائيه، زي المواد الحافظه، زي منبهات المخ، وبعض الناس التدخين بقى بالنسبه لهم مشكله. والحاله لما تاخد علاج وتنتظم بقى كويس ما فيش مشكله فيه. الاستاذ ابراهيم كان بيتكلم على موضوع الم في الكتف، وان الالم اللي عنده عمل اشعه طالعين على الرقبه طلعت كويسه، بينما الالم موجود في عظمه اللوح نفسها، وقالوا فيه كيس زلالي. الحقيقه لو فيه كيس زلالي صغير ده ممكن تبقى حاجه عاديه زي بيرسه كده صغيره ما فيهاش مشكله، ولو عمل بعض العلاج الطبيعي مع بعض الادويه بتحسن. لكن لو كيس زلالي ده كبير عاده مع كل مجهود شويه يبقى فيه الم، وبيستحسن انه يتشال، واللي بيشيلوه في المنطقه دي عاده دكتور عظام مش دكتور جراحه مخ واعصاب. طيب لكن برضو موضوع ان ان الواحد يكون مثلا بيسوق زي ما بيسوق موتوسيكل مثلا وبيشيل خياط، عاده بتبقى المشكله في فقرات الرقبه من طول فتره التوطيه كده او طول فتره انتصاب الرقبه فتره طويله في السواقه. ولو هو عامل اشعه طالعين يا ريت يتوجه بها لحد من الزملاء دكتور جراحه مخ واعصاب يبص عليه ويشوفه ويقدر يقول له المشكله في الرقبه ولا في الكتف بس. معنا اتصال. ام عمرو حضرتك اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمعت يا دكتور بالله عليك انا عايز اقول لك انا حاجه بنتي يعني اتفضلي. كانت مولوده صغيره خالص وراحت للدكتور ودتها للدكتور مخ واعصاب وقال وقال لي هي عندها نقص في الطبقه البيضاء. تمام. فهي دلوقتي عندها دلوقتي سنة واربع شهور بس هي قعدت يعني بس هي بتنتبه يعني اللي نادى عليها لو هي لوحدها ممكن ترد لكن لو هي في وسط ياسة وكده ما تبصش وترفع راسها فوق على طول. فبالله عليك قولي يعني الحالة دي هتتحسن ولا لا؟ هي بتاخد ادوية يعني. طب هي لما اتولد دخلت حضانة؟ لا. ولا جالها السفر وهي صغيرة؟ لا برضه. ولا جالها سخونية قعدت فترة طويلة ودخل بها الحميات ولا حاجة؟ لا هي كانت كويسه خالص بس هي يعني وزنها ضعيف شويه بس هي المشكله في الحكايه ديت يعني هي بتاخد ادويه دلوقتي ودتها للدكتور مخ واعصاب وده ادويه وده حقن وحاجات من دي بس انا عايزه يعني اطمن من حضرتك يعني الحاله دي هتفضل فتره طويله. في عندها في عندها تشنجات ولا حاجه؟ لا. حاضر حضرتك بالله عليك فدني بالله عليك يا دكتور. حاضر. ام احمد كانت بتتكلم على الم في الظهر و ألم بالعظم وضعف عام عند بنتها وعندها 9 سنين ونص. يمكن احنا اتكلمنا قبل كده على الأطفال وقلنا إن معظم الأطفال في الوقت اللي احنا فيه مهتمين شوية بالتغذية، إنه بيروح مدرسة الصبح بيطلع الساعة 3 أو الساعة 4 ما بيقعدش في الشمس تقريبا خالص، سلوكيات التغذية طبعا مختلفة، وده عادة إحساس ضعف العام وإحساس ألم في العظم في كل الجسم ده يبقى نقص فيتامينات ونقص كالسيوم. مجرد ان هي بتتابع مع دكتور اطفال كويس ويعمل لها بعض التحاليل العامه، صوره دم كامله، يشوف عندها نقص في الحديد ولا لا، يشوف عندها مشاكل في الهضم بالنسبه لها، ولما بيديها بعض الادويه كفيتامينات بتحسن الحاله العامه، تحسن الشهيه عندها، يديها كالسيوم، بينصح الام انها تاكلها اكلات معينه، تقعدها في الشمس، الموضوع كله بتحسن بتدريج. بينما لو اهمل بيسيب الام مزمنه على مدار سنوات على ما يتحسن، لان كل الشخص ما بيكبر التعويض بتاعه للكالسيوم بيبقى اصعب شويه. معانا ام نسمه كانت بتتكلم على الم في الظهر والفخذين واحيانا بيوصل لفتحه الشرج وما بتقدرش تمشي فتره طويله الا لما بيحصل الالم ده والالم بيزيد، ودي حاجه زي ما بيقولوا حاجات من حاجات المشخصه نفسها يعني اللي هو ده ممكن يبقى غضروف في الظهر او مشكله في الفقرات القطنيه، سواء كانت بقى غضروف، سواء كان ضيق، سواء كان في حاجه تانية، وده مش هيبان الا بعمل اشعه رنين مغناطيسي على الفقرات القطنيه والعجزيه.
واشعه الرنين بتوضح الفقرات والغضاريف والاعصاب والمنطقه دي كلها السبب فين وبنتعامل معاه. واحيانا بيحصل فيه التهابات في المفاصل الخلفيه للعمود الفقري وبتدي نفس الاعراض الغضروف. وحتى لو في غضروف زي ما احنا قلنا قبل كده كتير قوي وقلنا ان موضوع الانزلاق الغضروفي مش كل الحالات زي بعضها. وابسط عمليه دلوقتي زي عمليه الزايده زي ما بيقولوا هو انزلاق غضروفي نعمله واخر النهار الشخص ده ممكن يقدر يمشي وان شاء الله تاني يوم يقدر يروح البيت يقدر يتحرك الحركات العاديه، لكن ما بيمارسش حياته غير بعد فتره وبالتدريج حسب حالته الصحيه. معنا اتصال. ام احمد حضرتك اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا دكتور. اتفضلي حضرتك. انا دلوقتي رجليا فيها خشونه ركبتي الاثنين وتعبت مع الدكاتره الصراحه يعني. فدلوقتي رجليا لما بقوم من النوم وانا نايم الصبح كده بقوم احس عظمه بتطق في ورقي جامد في فخدي جامد. مفصل الركبه نفسه. نعم. في مفصل الركبه. في مفصل الركبه ايوه. طيب ما حضرتك انت محتاجه دكتور عظامي يا حاجه. ده انا تعبت يا دكتور والله ورحت لدكاتره كتير عظام وتعبت مش عارفه. بص يا حاجه هو في كذا حاجه ليه خشونه الركبه دي كده من ضمنها الحقن الموضعي سواء كان لماده بتبقى ما بين المفصل نفسه بتدي نوع زي التليين كده المفصل او بنحقن احيانا كورتيزون والكلام ده كله بيعملوا دكاتره العظام مش مخ واعصاب. فانت حضرتك حد محتاجه محتاجاه يقول لك يتناسب معاكي ايه سواء كان حقن الماده دي او الماده دي او بيعمل لك احيانا منظار للركبه او احيانا يقول لك في حاجات تانية بتعمل لي مفصل الركبه ده. ام مصطفى حضرتك اتفضلي. ايوه السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام وبركاته. بعدين بس يا دكتور لو سمحت انا عندي كنت عملت من فتره طويله اشعه على الفقرات العنقيه فطلع ان في الفقره الخامسه والسادسه العنقيه غضروف. تمام. فدلوقتي عاد بيجي لي الم جامد جدا في تنميل في كتفي ودراعي والم واصل لدمي وقلم موصل لصوابع ايديا. انت عامله اشعه بالك قد ايه؟ الاشعه دي انا عاملاها من فتره طويله يعني من 3 سنين تقريبا. اشعه ايه؟ اشعه رنين. فاتضح ان في غضروف بسيط في الفقره الخامسه والسادسه العنقيه. طب الالم ده عمال يزيد؟ الفتره دي ما اعرفش هو مع البروده ولا هو ايه بالظبط او اجهاد زياده مش عارفه حتى التنميل جامد في كتفي ودراعي. وألم شديد جدا ماسك الرقبه من قدام كده. طب لما ترفع دراعك تسرحي شعرك مثلا او تلبسي في مشكله؟ لا لا. طيب حاضر يا مصطفى ان شاء الله. شكرا. كان عندنا اتصال قبل كده ام عمرو بتقول ان يعني في عندها طفله في مشكله في قشره المخ او الطبقه اللي تحت قشره المخ. اللي احنا بنسميه دي مالينيتنج ديزيز اللي هو عدم اكتمال نمو طبقه من طبقات المخ. والحقيقه الاطفال اللي زي كده لما بيبقى عندهم الحكايه دي تبقى هو مولود كده ولم يكتمل نمو الاعصاب والمنطقه دي. والعلاجات اللي بنديها كلها بتحسن الحاله لكن ما بتوصلش الطفل ده لدرجه انه يبقى طفل طبيعي. والتحسن بتاعه متوقف على حاجتين. الطفل ده بيجيله تشنجات ولا لا؟ والطفل ده بيستجيب قد ايه للدواء؟ واحنا بنتابعه ولا لا؟ لما ما فيش تشنجات بنقدر ندي منبهات للمخ تحسن لي شويه في الوظائف وتعوض جزء منها. بس بنديها برضه بحذر بنديها بالتدريج بنديها بالمتابعه علشان ما يحصلش تشنجات، عشان لو حصل تشنجات ما بقدرش ادي الادويه دي تاني. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه بنقول للام اهتم بتغذيه الطفل ده التغذيه بتاعته يستحسن دايما ان يبقى فيها كميات من الفوسفور عاليه. الاسماك، الجمبري، الكلام ده لما ياخد الطفل ده كميات بسيطه متكرره ده بيحسن لي شويه من وظائف خلايا المخ. والاطفال بيتحسنوا بدرجات متفاوته ما هم زي بعض لكن في الاخر برضه ما بيوصلش انه يبقى طفل طبيعي.
ده جزء. الجزء الثاني ان احنا احيانا بنعمل حاجه اسمها زرع خلايا جذعيه، واحنا اتكلمنا عليها قبل كده في حلقه منفصله لوحديها، ان نسب التحسن بتاعتها ممكن تبقى زيرو، ممكن تبقى توصل لحد 20%. وده فروقات ما بين الاشخاص وبعضيها، سموها فروقات فرديه، ما هياش في الحقن نفسه ولا في الخلايا ولا في تركيبه الحقن. لما بنعمل خلايا جذعيه في بعض الناس بتتحسن وفي بعض الناس لا. يمكن الحقيقه انا يعني في الفتره الاخرانيه كان في مريض، واعتقد هو يمكن يكون سامعني دلوقتي، من فلسطين، كان عنده اصابه في الحبل الشوكي وعملنا له حقن، وبدا يحصل عليه علامات تحسن، وكلامنا خلال شهرين من بعد الحقن. الحقن خد تقريبا شهر، وهو قعد شهرين ياخد علاج وعلاج طبيعي، بدا يظهر عليه بعض علامات التحسن. وعشان كده احنا بنقول دايما درجات التحسن متفاوته، بتفرق من شخص لشخص ومدى استجابته قد ايه. أم مصطفى كانت بتتكلم على عندها إن عملت أشعة رنين، وحصل إن الأشعة دي بينت غضروف ما بين فقر 5 و6 في الرقبة، وده بيعمل لها ألم في الكتف وبيزيد مع الدرد. يمكن إحنا كل آلام العمود الفقري عادة بتزيد مع البرد، خاصة لما يكون الشخص ده ما هوش شخص رياضي، يعني ما هوش شخص بيعمل رياضة بشكل مستديم وبشكل دايم. الرياضة لما يكون الواحد بيمارسها كل يوم مثلا نص ساعة أو ساعة، سواء كان بقى تمارين ايروبكس في البيت، شوية تمارين سويدي، في بعض الناس عندها أجهزة في البيت تلعب عليها رياضة، لو الواحد بيمارسها حتى لو تعرض للبرد، الألم عنده بقى فترة البرد بس، في نفس اليوم أو تاني يوم مجرد يريح شوية يختفي. في ناس تانية لو أقل شوية في الرياضة، مسكن بسيط والموضوع ينتهي. لو الواحد مش راضي خالص ومع البرد وشويه مجهود، تلاقي الالم ده مستمر وممكن يقعد فترات طويله جدا على ما يتحسن. فالحقيقه انا بنصحها انها بتتابع مع حد من الزملاء، يشوفها محتاجه اشعه تانية او محتاجه علاج جدول. معنا اتصال. الاخت جاكلين، اتفضلي حضرتك. ماشي. الو. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا دكتور. اتفضلي. انا معايا طفله اتولدت، ومعايا طفله اتولدت عندها 4 سنين، عندها دلوقتي 5 سنين. تمام. اما اتولدت ما خدتش نفس الاكسجين كامل. فعمل ثقب في القلب، عملت عمليه القلب المفتوح. المشكله عندي ان هي دلوقتي 4 سنين ما بتمشيش وما بتتحركش بمكانها، بس ما تيجي تقومها تقوم تقعد، تقعدها تقعد ما تقعش، بتفهم بتتعامل معانا، بس هي ما بتعملش حاجه من نفسها. مشيت مع دكاترة مخ وأعصاب كتير ومراكز علاج طبيعي كتير، وكلهم مش عارفين هي ليه مش عايزة تتحرك من مكانها. ما عندهاش مشكلة في العضلات، ولا عندها مشكلة في الأعصاب، ولا عندي مشكلة في المخ. عملت أكسجين مضغوط، عملت أوزون، مشيت مع دكتور الحقن السيروبلايسن الجابة، بتفهم الكلام وبتفهم اللغة بس ما بتتكلمش. الدكتور المخ والاعصاب قال لي انا عملت كل حاجه معاها، لدرجه ان انا وصلت لمرحله اخر مقطعيه عملتها ان المخ ذات نفسه ما بقاش، يعني قربت ان انا انهي حكايه ان في ضمور، كل الخلايا اشتغلت، كل الاعصاب اشتغلت. طيب حضرتك حاولت توديها مثلا جلسات علاج طبيعي مكثف؟ وديت جلسات تخاطب مكثفه، وديت وعملت. دلوقتي النهارده 4 سنين تقعدها تقعد تقف، العلاج الطبيعي يجي يعملوا العلاج الطبيعي، تعمل معاهم علاج طبيعي كامل، يعني يرموها لتحت ترفع جذعها وتقف، يشدوا رجليها تشيل رجليها، يوقفوها على ايديها تقف، انما هي مش عايزه تعمل حاجه لوحدها، لدرجه ان انا وقفت، انا واقفه دلوقتي عاجزه مش عارفه. طيب. اعمل معاها ايه؟ هي بتتحكم في بول براس كويس؟ بتتحكم وعارفه الحمام بيبي، يعني تعمل بيبي وتفضل ماسكه نفسها لما تعمل، لكن ما تعملش على نفسها. لا ما تعملش على نفسها. بيجيلها نوبات شنوجات ولا حاجه؟ لا ولا اي حاجه من دي خالص. طيب انا نصحت حضرتك انك بس تتابعي شويه مع حد من الزملاء برضه مخ واعصاب، مع العلاج الطبيعي، مع التخاطب، وما تزهقيش من طول الفتره. لان التحسن زي ما بنقول التحسن بيعتمد على حاجتين. الشخص نفسه، مدى استجابته للادويه واستجابته للجلسات اللي بيعملها، سواء كان تخاطب او علاج طبيعي. واهتمام الاهل ومتابعتهم. دكتور والله انا المشكله عندي ان انا يعني دكاتره العلاج الطبيعي يقولوا احنا بنستخسر الفلوس،
البنت بتقعد ما هو المفروض ما تقعش متزنه. من المفترض ان الدكتور العلاج الطبيعي يعلمك تمارين تعملها في البيت ساعه وساعتين وثلاثه كل يوم مش مجرد 3 ساعات في الاسبوع. وبوقف على ستاند بتزن تزق نفسها في مشايه قاعده في المشايه بتاعتها بتزق نفسها في المشايه انما هي مش تمام. عايزه تعمل حاجه يعني تقوم تتحرك حتى تمسك لعبه تلعب بيها. ما انا بقول لحضرتك في بعض الادويه ممكن بنديها بتزود تنبيه المخ شويه بالنسبه لها تخليها عايزه تتحرك اكتر عايزه تديني نسب تحسن اعلى شويه والكلام ده زي ما حضرتك كده بالمتابعه مع الدكاتره بنزود دواء او اثنين او ثلاثه واحيانا اربعه ما بين بقى ممكن دواء شرب ممكن دواء حقن ممكن اشكال اخرى من الادويه مع المتابعه الجلسات كل ده بنديله. تمام. طب حضرتك سمعت عن حاجه اللي هي اسمها البدله الفضائيه بالنسبه لعلاج طبيعي اطفال؟ شوف حضرتك اي طرق في العلاج الطبيعي بالنسبه للاطفال لو بتدينا اي تحسن سواء كان بقى زي ما بتقولي بدله دي كده سواء كان بعض الاجهزه سواء كان كهرباء سواء كان في حاجه كتير قوي في العلاج الطبيعي وده تخصص كامل في الطب في كل حاجه في العلاج الطبيعي نفسه يعني بيختار المناسب ليها مش كل حاجه نفس الموضوع يعني في ناس بينفع معاها العلاج المائي في ناس بينفع معاها الالترا ساوند في ناس بينفع معاها المساج في ناس يعني المقصود ان كتر العلاج الطبيعي مع الشخص ده بيديني نسبة تحسن بالنسبه له. مع الاتصال احمد اتفضل. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام وبركاته. بعدين دكتور حضرتك كنت قلت قبل كده ان بالنسبه للجلطات الدماغيه وجلطات المخ ده بيبقى شريان اتقفل يعني المريض بيبقى له فتره وبينتج عن ذلك شلل ذراع اليمين او في القدم. حضرتك قلت ان ده شريان اتقفل. تمام. مفيش استحداث في الطب يا دكتور للعلاج هذا يعني المريض بيفضل ماشي على علاج طبيعي وبيتحسن بالنسبه للقدم بيمشي عليها ولا مثلا بيبقى في صعوبه من كف القدم بيتقلب وهو ماشي. لا في تحسن في القدم لان الحمل كله عليه. في استحداث بالنسبه للجراحه دي وازاي يا دكتور نحافظ على شرايين المخ ان هي تكون مرنه من التصلب الشرايين والحاجات اللي بتسبب جلطات. تمام. مشكور لحضرتك جدا. طيب. شوف يا استاذ احمد. هو الحقيقه اتكلم على موضوع كبير قوي والتفاصيل فيه كتيره جدا ومتشعبه لكن باختصار لما بنقول في جلطه في المخ يعني في شريان اتقفل فمنع الدم للوصول للمنطقه معينه. طيب ايه الجديد في الحكايه دي او جديد في العلاج؟ لو شخصت المريض ده بدري احنا ممكن ندي حقنه مباشره في الوريد اللي في الرقبه هنا كده واحقن ماده تداوي الجلطه دي بس الكلام ده في خلال ساعات. والكلام ده هنا في مصر يمكن قليل شويه ان انا ما عنديش مستشفيات الا قليلا مجهزه ان المريض حصل له كذا في خلال ساعه اكون في المستشفى اعمل اشعه الاقي كذا ودي كذا. الكلام ده في مصر صعب. واحيانا بيحصل برضه بره بيحصل الكلام ده وبرضه مش في كل الحالات. معنا اتصال؟ ام محمد حضرتك اتفضلي. وعليكم. وعليكم السلام وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ ازيك يا ستي اهلا وسهلا. كل سنه وحضرتك طيبه. انا سيده دلوقتي يا دكتور عندي 60 سنه. ربنا يديك الصحه يا ستي كل. الله يخليك. شكوتي يا دكتور كانت نفس الشكوى السيده اللي قبل قالتها انها كان عندها الم شديد في فقرات الظهر والفخدين. تمام. انا الحمد لله ما كانش عندي يعني الالم في فتحه الشرج. تمام. وكنت ما بقدرش امشي زيها زي ما هي قالت كده. تمام. فروحت عملت اشعه رنين وقالوا لي ان عندك ضيق في القناه العصبيه. في القناه الشوكيه وبعدين رحت عملت العمليه من 4 شهور واللي عملها لي استاذ فاضل زي حضرتك كده. يعني ليه باع كبير في العمليات دي ومتمرن. وانا رحت على سبيل الـ 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 سمعته والحالات اللي هو عاملها الناجحه. تمام. بس للاسف يا دكتور انا عمل لي العمليه وانا لي 4 شهور نفس الشكوى هي بل زادت اكتر. يعني يمكن الاول كنت بتحرك في البيت وبقضي حتى طلباتي بس زادت خالص. دلوقتي انا قاعده في الفراش اهو ما بقدرش الا اروح بس يا دوبك الحمام وارجع وما بقدرش اقف على حالي. يعني ازيد من 2 واحس بضعف جامد جدا في الفخدين برضو وما بقدرش حتى اتوضى
وألم برضو نفس الألم في فقرات الظهر. تمام. رحت برضو الدكتور كان جاي على قناة الناس برضو زي حضرتك كده أستاذ. رحت له قال لي طب اعملي لي إشاعة بالعادية يعني إشاعة عادية أبيض وأسود. تمام. وفعلا رحت وعملت الإشاعة. فاكتشفنا إن قال لي إن هو عمل لك عملية التسليك في اللي هي في في القناة العصبية. وعمل تسليك برضو في الأربع في أربع فقرات في الظهر بس للأسف ما ثبتهمش. وكانت النتيجة إن حصل لي انزلاق غضروفي في بعض الفقرات فيهم. مش فاكرة إن كان هو انزلاق غضروفي ولا تزحلق فقرات؟ حصل انزلاق غضروفي ولا تزحلق فقرات؟ تقريبا يا دكتور تزحلق في الفقرات أو حاجة زي كده. فقال لي هو ده السبب اللي خلى عندك الضعف ده وما انتش هتقفي والشعيرات الدموية يعني ضعفت عندك وكده. وبعدين اداني بعض الفيتامينات وعلاج كده. فمش عارفه يا دكتور هل هتستمر الحاله دي عندي يعني ولا مش هقدر اقوم تاني ولا اعمل عمليه تاني وانا مش هقدر طبعا امكانيات الماديه العمليه تانيه ولا امكانيات الصحيه. وبرضو انا ست يعني كبيره في السن واكيد عندي هشاشه في العظم كل الحاجات طيب. دي فمش عارفه عارفه علاج يا دكتور. وزنك قد ايه يا حاجه؟ هيبقى ايه وزن حضرتك قد ايه؟ انا وزني 80 كيلو. طيب يا حاجه انا رايي حضرتك بعد اذنك. طب شكرا يا دكتوره ابقى اسمع حضرتك على التليفون. تحت امرك. معنا اتصال. استاذ احمد اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كده لو سمحت يا دكتور. اتفضل يا استاذ. انا عملت رحت عند الدكتور مخ واعصاب وعملت عمل اشعاعات. الو انا سامع حضرتك اتفضل. عملت إشاعة أول يا دكتور ده اللي عنده ورم في الغدة الخامية. تمام. كان حجم الورم ده 2.8 من 10. حجمه 8 من 10. وعملت تحليل كان 9.88. ده تحليل إيه البرولاكتين؟ تحليل الهرمونات الهرمون بلا ماشي. هرمون النمو. هرمون النمو. 88. كان 88. 9.88. وبعد كده بعد ادان علاج لمده شهر وعملت ساعه رنين ثاني ورحت له. تمام. فلقيت درجه الهرمون عملت التحليل لقيت الهرمون 12. تمام. الهرمون كان 12. برضه الورم برضه نقص يعني كان نقص شويه كان 27 بقى 27.8. حجم الورم نفسه صغر. صغر حجم الورم صغر. بعد كده ادينا علاج جالي استمر علاج ثاني ورحت له عملت شاترين برضه ثاني كان بيجي واحد وواحد وواحد 8 من 10. طب انت ايه المشكله دلوقتي يا استاذ احمد؟ ايه المشكله عندك دلوقتي؟ ما هو الصداع. الصداع وفي الدوخه برضه شويه. وبرضه على طول مصاب بالبرد. على طول. طيب بص يا استاذ احمد هو الورم طالما حجمه صغير وبيستجيب للادويه بيستحسن حضرتك تتابع. لما يحصل ان الورم ده ما بدا ما يستجيبش او بدا افراز الهرمونات ده يعلى بنعمل حاجه اسمها جاما نايف بندي علاج اشعاعي للورم ده على المنطقه دي وده بتعمل غير اي جراحه ولا حاجه انت بتعمله وبتروح في نفس اليوم اخر النهار. احنا اتكلمنا قبل كده على قصه موضوع الجاما نايف في الغده النخاميه وأورام المخ وقلنا طالما الاورام صغيره ممكن نعمل الجاما نايف والمريض يتحسن كويس قوي والاستجابه كويسه مع التقنيات الحديثه اللي حصلت كمان وتطورت في موضوع الجاما نايف. الحقيقه انا عايز يعني بس ارد على ام محمد اللي كانت بتتكلم انها عملت عمليه والحاله سائد بعد العمليه وحصل انزلاق غضروفي او تزحلق فقرات. الحقيقه لو تعمل اشعه رنين مغناطيسي بالصبغه ونشوفها نقدر نقيم هل المشكله فين؟ هل المشكله في القناه الشوكيه او في الغضروف اللي حصل بعد توسيع القناه الشوكيه؟ لان احيان كتير قوي بنعمل عمليات القناه الشوكيه بقت تبقى ضيقه نعمل توسيع المريض ده لازم ننصحه بعد كده لان انا بفتح له اكتر من فقره في الظهر بقول له اعمل علاج طبيعي لتقويه عضلات ظهرك. لان احنا عملنا توسيع لكن الغضروف زي ما هو ما شلناهوش لان هو مش خارج من مكانه. لو المريض ده ما التزمش وبدا يمارس حياته عادي
بيحصل ممكن الغضروف ده يخرج من مكانه او ان فقره تحرك من مكانها لان حصل نوع من الضعف في الفقرات اثر العمليه، ويخش في مشكله تانية محتاج عمليه تثبيت فقرات زي الحاجه بتقول. فاحنا الحقيقه محتاجين بس يتعمل اشعه الرنين بالصبغه ونشوفها وان شاء الله نساعدها. وموضوع ان احنا ممكن نعمل دلوقتي قرار على نفع الدوله نعمل بيه العمليه من غير تكاليف ماديه، حتى لو في تكاليف تكلفه بسيطه مثلا في حدود 100 او 200 300 جنيه، ما بيبقاش تكاليف عاليه قوي. الحقيقه يمكن كان استاذ احمد لما كان بيتكلم على جلطات المخ والجديد بتاعها ان احنا كنا زمان في جراحات بتتعمل لما يحصل ان شريان كبير في المخ يتقفل بنوصله بشريان خارج جمجمه نعمل وصله بينهم ولقوا النتائج متساويه او قريبه من بعضها، بينما احنا بنعرض المريض لجراحه كبيره في وقت زي ده. لكن زي ما بيقولوا الوقايه خير من العلاج، ان انا العب رياضه بشكل منتظم، لو عندي حاجه مزمنه باخد لها دواء يستحسن اتابعها، اتجنب زياده الدهون في الدم من زيادات الاكل دهون، ان انا ما اتحركش الا للشغل وبس وما بلعبش اي رياضه، ان انا يحصل عندي زياده مثلا في السكر وما اعملوش ما اخدوش علاج، او الدهون عليت وما اخدلهاش علاج وانا ماشي كويس وما عنديش مشكله، او بدخن او وزن زياده، دي معظم الحاجات دي بتزود الدهون في الدم وتعمل تصلب شرايين وممكن تؤدي الجلطة في اي لحظه. زي ما قلنا المواضيع متشعبه كتير قوي، وارجو ان اكون القيت نظره ولو بسيطه على موضوع الغده النخاميه وبعض الاورام وتداخل ما بينها وبين الاورام الاخرى والتشابه في الاعراض. تمنياتي لكم دايما بالصحه والسعاده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الصحه كنز لا يفنى. أوسكار تي في شوب دائما تزف